بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد رسول الله. أما بعد، ازيكم يا شباب؟ النهاردة إن شاء الله هنكمل المحاضرة الثامنة من محاضرات الباوربوينت المستوى الأولاني اللي هو المستوى البسيط، وهنتكلم فيها النهاردة عن القائمة الرئيسية. تمام، كل برامج الأوفيس يا جماعة أصبح فيها قائمة، اللي هي قائمة الملف دي اللي احنا بنسميها قائمة رئيسية أو قائمة الباك ستيج او القائمه بتاعه ملف. تمام كده، وفيها كل ما يختص او يخص الملف اللي انت شغال عليه. تمام، لو انا عاوز اروح لها طبعا باجي على الملف دي واضغط عليها، السهم ده بيرجعني على الملف اللي انا شغال عليه، ده بيرجعني تاني الباك ستيج. هنلاقي فيه عندي كل ما يخص الملفات من الاوامر التقليديه، زي لو انا عاوز اعمل ملف جديد. تمام كده، لو عاوز افتح ملف موجود، لو عاوز ان انا اعمل حفظ او ان انا اعمل حفظ باسم. تمام كده، اي واحد من دول. تمام، ادي حفظ باسمه اهو، ماشي كده، بحيث ان انت تختار المكان اللي انت هتحفظ فيه. تمام، لو عاوز ان اطبع العرض التقديمي بتاعي بكذا طريقه، ممكن بالالوان وممكن تدرج رمادي او ابيض واسود على حسب ما انت عاوز. تمام كده، طيب طبعا على حسب برضو الطبعه اللي هي متوصله. برضو لو انت عاوز تعمل مثلا مشاركه للعرض التقديمي بتاعك، عاوز تعمله تصدير بصيغ مختلفه، عاوز تعمل اغلاق للعرض التقديمي دوت. تمام كده، من ضمن الحاجات برضو اللي موجوده يعني تخص العرض التقديمي بتاعك دوت، اللي هو موضوع ان انت يكون عندك معلومات عن الملف دوت. طبعا المعلومات اهي، لو انت ضغطت عليها هتبص تلاقي بيطلع لك المعلومات الخاصه بالملف اللي انت شغال عليه. بيقول لك ان الملف ده اسمه شركه ام جي اس برو. تمام كده، ممكن تفتح موقع الملف. تمام كده، ممكن ان انت تخش وتشوف الخصائص بتاعه الملف دوت، ان الحجم بتاعه كذا، الشرائح بتاعته كذا. تمام، العنوان بتاعه اهوت، لو في تعديل او تاريخ التعديل الاخير بتاعه كان يوم مثلا كذا بتاريخ كذا مثلا على حسب السيستم بتاعك. الناس اللي هم تعدلوا على الملف بتاعك دوت، اخر واحد مثلا كان مصطفى، اللي بعديه كان مش عارف مين دوت. وبعد كده ممكن تعمل فتح الموقع الملف من هنا، وممكن تظهر كافه الخصائص برضو لو انت حبيت تشوف الارتباطات الشعبيه الموجوده او العروض التقديميه الموجوده. تمام تمام، ممكن برضو زي ما احنا قلنا ممكن تعمل اغلاق الملف دوت، وممكن كمان تخش على الحساب بتاعك تشوف انت الحساب بتاعك شغال ولا لا، في مشكله ولا لا. تمام كده، احنا اصلا بنقول ان الحساب دلوقتي فيه مشكله لازم تعمل لها اصلاح مش عارف ايه، فانت ممكن تشتغل مثلا تبدل الحساب بتاعك او تشتغل حساب جديد عشان بس الدرايف الوان درايف بتاعك يكون شغال. تمام كده، تعال نشوف برضو الخيارات المتاحه. لو ضغطت على كلمه خيارات هيطلع لك مربع حوار خيارات الباوربوينت، بحيث ان انت لو حبيت تغير مثلا اللغه تخليها باللغه الانجليزيه مثلا، سواء كان في التعليمات او في الواجهه بتاعت الاستخدام، ممكن تغيرها على حسب استخدامك لمين للباوربوينت. يبقى تاني بمنتهى البساطه، في حاجه اسمها الباك ستيج، او في حاجه اسمها قائمه ملف او قائمه رئيسيه، فيها الاوامر الرئيسيه الخاصه بالتعامل مع الملف الحالي، زي جديد وفتح وحفظ والمعلومات وحفظ باسم والطباعه، وزي التصدير وزي الاغلاق وزي الخيارات بتاعتك وزي الحساب اللي انت بتخزن عليه. دي كانت معلومتنا النهارده، وان شاء الله نلتقي في معلومه جديده المره الجايه باذن الله تعالى. اذا عجبك الفيديو يا ريت تعمل لي كومنت لايك شير ليه، واذا عجبتك القناه تعمل سبسكرايب داخل القناه، وكل كنا شاكرين. كان معاكم مهندس مصطفى عبد القادر الزويدي من قناه مصطفى الزويدي للعلوم والحاسب، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.